تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ورفع القائد العام في البرقية إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى اسم آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني واكد معالي القائد العام لقوه دفاع البحرين في برقيته ان ميثاق العمل الوطني يعبر عن رؤيه جلالته المشرقه وهي محل فخر واعتزاز في تاريخ الوطن دعمت خطط التطوير والنماء وحققت مكتسبات وطنيه كبيره وضعت مملكه البحرين على خارطه الدول المتقدمه داعيا المولى العلي القدير ان يمد في عمر جلالته بعونه وتوفيقه وان يديم على مملكه البحرين المزيد من الرخاء والرفعه والتقدم في ظل قياده جلالته الحكيمه